بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، يعطيكم العافية ثامن. اليوم رح نأخذ درس حل نظام مكون من معادلتين خطيتين بمتغيرين بيانيين، اللي هو الدرس الثالث من الوحدة. الدرس الأول كان يضمن المعادلة الخطية متغيرين، عرفنا الصورة العامة لها، كتبنا المعادلات على الصورة العامة للمعادلة الخطية متغيرين، جعلنا صاد موضوع للقانون، وميزنا أي النقاط كانت حل المعادلة أم لا. الدرس الثاني أخذنا تمثيل المعادلة الخطية بمتغيرين بيانيين، كنا نجعل صاد موضوع للقانون، نكون جدول، نختار قيم سين، ومن ثم نعوضها نحصل على الأزواج المرتبة، نمثلها على المستوى البياني ونوصل بينهن بخط. الخط اللي هو كان جميع النقاط الواقعة على الخط كانت تمثل حل المعادلة الخطية، جميع النقاط الواقعة على الخط كانت تمثل حل المعادلة الخطية بيانياً. شو يعني حل المعادلة؟ النقطة التي تحقق شرط المساواة عند تعويضها بالمعادلة، يعني لما عوض النقطة بالمعادلة رح تحقق لي شرط المساواة، الطرف اليمين رح يساوي الطرف اليسار. طيب اليوم رح نأخذ حل نظام، نعرف شو يعني نظام. بس إحنا أخذنا حل معادلة خطية بمتغير واحد، كانت عندي قيمة واحدة فقط. أما لما صار عندي معادلتين خطيتين وكنا نحتاج بس لمعادلة واحدة فقط، بما أن متغير واحد كنا نحتاج لمعادل واحد فقط. ليش؟ لأنه عدد المعادلات اللي بنحتاجها عشان نحل المعادلة تساوي عدد المتغيرات بالمعادلة. يعني لما صار عندي هون معادلة خطية بمتغيرين، معناها عشان أحلها أنا بحاجة معادلتين. بما أنه صار معادلتين فما فوق نسميه نظام. إذا كان معادلتين فما فوق راح يكون نظام. الصف الثامن راح نأخذ فقط اللي هي معادلتين خطيتين متغيرين، راح نحلها بثلاث طرق. الطريقة الأولى بيانية اللي هي درس اليوم، والتعويض والحذف الدروس القادمة إن شاء الله. المعادلتين الصورة العامة إليهن راح تكون ألف سين المعادلة الأولى زائد باء صاد زائد جيم يساوي صفر. أما المعادلة الثانية راح تكون دال سين زائد هاء صاد زائد واو يساوي صفر. ألف باء وجيم ودال وهاء وواو كلهن ينتمي للأعداد الحقيقية للمعاملات سين وصاد والحد الثابت. ألف باء ودالها لا يساوي صفر، لأنه إذا ساوى واحد منهن صفر بتصير معادلة خطية متغير واحد. رح يكون عندي ثلاث حالات لما أمثلها بياني، بما أنه بدياني أحلها على طريق الرسم البياني، معناها رح أمثل كل معادلة خطية بيانيا على نفس المستوى البياني، رح أحصل على ثلاث حالات. الحالة الأولى اللي هي الرسم الآتية، عندي الخط الأسود اللي هو الخط الذي يمثل حل المعادلة الأولى، الخط الأخضر هيكون اللي هي الخط الذي يمثل حل المعادلة الثانية، جميع النقاط الواقعة على الخط الأسود اللي هي حل المعادلة الأولى، جميع النقاط الواقعة على الخط الأخضر اللي هي حل المعادلة الثانية. الحالة الأولى رح يلتقي نقاط عن الخطين بنقطة واحدة، رح يتقاطع من الخطين بنقطة واحدة، رح يكون إلها حل واحد. إذا تقاطع الخطين بنقطة واحدة إذن النظام له حل واحد فقط اللي هي النقطة. الحالة الثانية إن الخطين رح يكونوا متوازيين، بما إن متوازيين معناها مستحيل إنهم يتقاطعن، معناها ليس له حل. الحالة الثالثة إنه رح ينطبق انطباق تام على بعض الخطين، رح يكون الخط الأخضر منطبق انطباق تام على الخط الأسود، يعني كأنه نفس المعادلة، فرح يكون له عدد لا نهائي من الحلول. رح نطبق مثال واحد مثال اثنين. نشوف مثال واحد صفحة 20. جد مجموعة حل النظام الآتي بيانيا، عندي نظام مكون من معادلتين خطيتين متغيرين، نحلهن بيانيا. أول خطوة نأخذ المعادلة الأولى صاد ناقص سين زائد ثلاث، بجعل صاد موضوع للقانون، بنقول السين بالثلاثة على الطرف الثاني مع تغيير الإشارة، بتصير عندي صاد تساوي سين ناقص ثلاث. معادلة ثانية أيضا بجعل صاد موضوع للقانون، بنقول السين والواحد للطرف الثاني مع تغيير الإشارة، بتصير عندي صاد تساوي سالب سين ناقص واحد. بكون جدول الأول للمعادلة الأولى، أختار قيم سين سالب واحد صفر واحد، بعوضهم بالمعادلة صاد تساوي سين ناقص ثلاث، اللي بنعوض بدل السين اللي هي مرة سالب واحد مرة صفر مرة واحد. سالب واحد ناقص ثلاث نفس الإشارة بجمع، الإشارة سالبة سالب أربعة، سالب واحد مع سالب أربعة صفر ناقص ثلاث سالب ثلاث، صفر مع سالب ثلاث واحد ناقص ثلاث اللي سالب اثنين، واحد مع سالب اثنين. حصلنا على الأزواج المرتبة للمعادلة الأولى. نفس الإشي رح نعمل للمعادلة الثانية، كوننا جدول
بعد ما جعلناها صار موضع القانون، اخترنا قيم سالب 1 0 1، مش شرط نفس القيم اللي أخذناهن بالمثال بالمعادلة الأولى. بنعوض سالب سين ناقص 1، بدل السين بدي أحط سالب 1، سالب من العدد وسالب من المعادلة، سالب سالب 1 ناقص 1، سالب مع سالب موجب، 1 ناقص 1 0، سالب 1 مع الصفر 0 ناقص 1 سالب 1، 0 مع سالب 1 آخر إشي سالب 1 ناقص 1 اللي هي سالب من المعادلة وهي موجبة، سالب 1 ناقص 1 يساوي سالب 2، الواحد مع السالب 2. عينا النقاط للمعادلة الأولى اللي هي سالب 1 مع سالب 4، 0 مع السالب 3، 1 مع السالب 2، وصلنا بينهم بالخط الأحمر. معادلة ثانية نفس الإشي، نعين اللي هي سالب 1 مع الصفر، 0 مع السالب 1، وال1 مع السالب 2، ووصل بينهم بخط. نلاحظ إنه الخطين يتقاطعن بنقطة اللي هي ال1 والسالب 2. إذا مجموعة الحل تساوي، افتح شرط المجموعة، زوج المرتب اللي هي ال1 مع السالب 2، وسكر إشارة المجموعة. إذا س تعطيني 1 وص تعطيني سالب 2. ننتقل لمثال 2. نشوف مثال 2 صفحة 22. عندي جد مجموعة حل النظام الآتي بيانيا، 1 تساوي 2.5 س + ص، وسالب 3 تساوي 2.5 س + ص. أول إشي بجعل ص موضوع للقانون في كل من المعادلتين. المعادلة الأولى بتصير ص تساوي، بنقول 2.5 لعندي 1 بتصير 1 ناقص 2.5 س. ثانية ص تساوي سالب 3، بنقول 2.5 لعندي سالب 3 بتصير سالب 3 ناقص 2.5 س. بكون الجدول الأول والجدول الثاني لكل من المعادلتين، بختار القيم سالب 2 0 2، بعوض بالمعادلة الأولى 1 ناقص 2.5 ضرب سالب 2. ليش اخترت السالب 2 والاثنين؟ عشان 2.5 تصير عدد صحيح، لما أضربها باثنين بتصير عدد صحيح. 2.5 ضرب 2 اللي هي 5، سالب مع سالب موجب 1 زائد 5 6، تصير عندي النقطة سالب 2 و6. ثانية 1 ناقص 2.5 في 0، 2.5 ضرب 0 0، 1 ناقص 0 0، وصفر مع الواحد. ثالثة 2 اللي هي 1 ناقص 2.5 ضرب 2، مكان السين بحط 2، 2.5 ضرب 2 5، 1 ناقص 5 اللي هي سالب 4. حصلنا على الأزواج المرتبة، بعينهن اللي هي بالخط الأخضر. عندي السالب 2 مع الستة، الصفر مع الواحد، والاثنين مع السالب 4، وصلنا بينهن بخط. المعادلة الثانية نفس الإشي، كونا الجدول سالب 2 و0 و2، بنعوض سالب 3 ناقص 2.5 ضرب سالب 2، سالب مع سالب موجب 2.5 ب2 5، سالب 3 زائد 5 مختلفات الإشارة بطرح، 5 ناقص 3 2 بتعطيني سالب 2 و2، 0 2.5 في 0 0، سالب 3 ناقص 0 سالب 3، 0 مع سالب 3، سالب 3 ناقص 2.5 في 2، 2.5 ضرب 2 5، سالب 3 ناقص 5 نفس الإشارة بجمع، والإشارة إشارة الناتج للعددين سالبة، سالب 8. حصلنا على الأزواج المرتبة، عيناهم بالخط الأحمر، وصلنا بينهم. نلاحظ إن الخطين متوازيين، مستحيل إنهم يتقاطعن بنقطة. إذا بهاي الحالة نقول إنه حل النظام ليس له حل، ليس له حل، أو بكتب مجموعة خالية، أو لفاي اللي تعني ليس له حل أو مجموعة خالية. لهون يا ثامن بكون أنهيت جميع أفكار الدرس، ويعطيكم العافية.